السلام عليكم. في ده نبدأ نحل شيت واحد. شيت واحد بيتكلم عن performance، شابتر واحد في الكتاب. قبل ما أبدأ حل، بس عايز أكد على حاجة صغيرة، إن الشابتر ده أغلب الأسئلة بتاعته معتمدة على المنطق كده، أنت مش لازم تقعد تحفظ قوانين كتير، حاول بس تكون بتفكر بشكل منطقي وتلاقي الدنيا سهلة يعني في أغلب الوقت. طيب تعال نشوف كده الأربع أسئلة دول، هتلاقيهم كلهم كل واحد حل في سطر. أول سؤال بيقول لك: We wish to compare the performance of two different computers M1 and M2. The following measurements have been made on those two computers. بيقول لك عندنا اتنين كمبيوترز، ماشي، وعندنا two programs. البروجرام الاولاني خد على اول كمبيوتر ثانيتين والتاني ثانيه ونص. البروجرام الثاني خد على اول كمبيوتر 5 والتاني 10. بيقول لك which computer is faster for each program and how many times as fast as it is. طبعا واضح ان في الكمبيوتر الاولاني، البروجرام الاولاني، الكمبيوتر الثاني احسن. البروجرام الثاني الكمبيوتر الاولاني احسن. هل ينفع يكون بروجرام معين اسرع على كمبيوتر يعني وبروجرام ثاني ابطا على نفس الكمبيوتر؟ يعني هل ينفع الكمبيوتر يكون اسرع في البروجرام وابطا في البروجرام؟ على حسب البروجرام ده فيه ايه. يعني مثلا ممكن يكون البروجرام معتمد على عمليات حسابيه كتير قوي، بيكون كمبيوتر احسن من الثاني في البروسيسور. ممكن يكون كمبيوتر ثاني معتمد على يعني بيستهلك ميموري كتير قوي، فممكن يكون الكمبيوتر ثاني يكون اوبتمايزد في الميموري اكتر ما هو في البروسيسور، وهكذا. يعني مفيش مشكله ان يكون بروجرام اسرع على الكمبيوتر وبروجرام ثاني اسرع على الكمبيوتر ثاني، مفيش مشكله في عايزه كده، على حسب نوع الانستراكشنز الموجوده يعني. طيب which computer is faster for each program؟ دي جاوبناها، هو ده بنقارن بس بالوقت عادي. How many times as fast as it is؟ ممكن اقول speed up، speed او ماشي، تعال نقول ايه for program one time. مين الاسرع؟ الاسرع هو M2. يبقى البرفورمانس how much faster، بشوف التايم بتاع M1، تايم بتاع M1 على التايم بتاع M2، فده هيديني رقم اكبر من الواحد، 2 على 1.5. تحسبها زي ما تحسب، تطلع زي ما تطلع بقى، 2 على 1.5. طيب فده كده، ده اللي ده كده بيساوي ايه؟ ده بيساوي السبيد بتاع M2 على السبيد بتاع M1، صح؟ لان رقم السبيد والتايم عكسيه، كل ما التايم يزيد كل ما السبيد تكون قلت. طب بالنسبه لبروجرام 2 الاسرع هو M1، فيبقى تايم بتاع M2، انا دايما بحاول اخلي السبيد ابدا اكبر من الواحد، فالتايم بتاع M2 على التايم بتاع M1 هو السبيد بتاع M1 على السبيد بتاع M2. ليه هتساوي كام؟ هتساوي 10 على 5. 10 على 5 ليه بتساوي 2؟ فالسبيد اب هنا ب 2، السبيد اب هنا تقريبا 2 على 1.5، ليه تقريبا 4 على 3، صح؟ 4 على 3 وات ايفر يعني. فكده كان اول سؤال، سؤال رقم 1. طيب سؤال رقم 2 بيقول لك: consider the two computers تاني هما The following additional measurements were made. بيقول لك البروجرام الاولاني نفذنا 5 × 10^9 instructions، يعني كده في البروجرام الاولاني بس. بيقول لك نفذنا 5 × 10^9 instructions، 5 جيجا instructions. وهنا 6 × 10^9 instructions، نفس البروجرام. طب هل ممكن، ازاي نفس البروجرام يكون عدد الانستراكشنز هنا غير عدد الانستراكشنز هنا؟ قال لك نفس البروجرام مثلا بالسي او حاجه. فالسي لما تعمل له، لما تحوله لاسمبلي، ممكن على حسب نوع البروسيسور الانستراكشن سيت اركيتكشر مختلفه، وبالتالي عدد الانستراكشنز مختلفه، وبالتالي مفيش مشكله ان نفس السي بروجرام يترجم لتو اسمبلي كودز مختلفين بعدد مختلف، لان هم اصلا تو بروسيسرز مختلفين. طيب ففي سؤال رقم 2 بيقول لك: find the instruction execution rate instructions per second for each program when running program 1. عايز بنفذ كام instruction في الثانيه. طيب instruction per second بتاع M1 بتاع اول بروجرام، انا نفذت 5 × 10^9 instructions، 5 × 10^9 instructions، خدت كام ثانيه؟ خدت ثانيتين، يبقى 5 × 10^9 على الاثنين، ليه بتساوي 2.5 جيجا instruction per second او جيبس. بالنسبه للinstructions per second بتاع الثاني ماشين، ثاني بروسيسور، انا عملت 6 × 10^9 instructions، خدتهم في كام ثانية؟ خدتهم في ثانية ونص. كده أول بروجرام ثانية ونص. 6 على 1.5 كام؟ بأربعة. 6 على 1.5 بأربعة، يبقى 4 جيجا instruction per second. حلو أوي. طيب تالت سؤال على نفس الكلام برضه، تالت سؤال. بيقول لك: if the clock rates of the computers دول 4 جيجا وستة جيجا، يعني M1 الفريكونسي بتاعته، الكلوك بتاعته 4 جيجا هرتز. ممكن نسميها R1. يعني R1 بتساوي 4 جيجا هرتز، R دي هي ايه؟ الريت او الفريكونسي. R2 6 جيجا هرتز. احسب
clock cycles per instruction CBI for program 1 on both computers. طيب CBI اللي هو clock per instructions او average clock per instruction. احنا واحنا بنتعامل مع الميبس كنا بنقول ان كل instruction بتاخد سايكل، بس احنا مش لازم يحصل. ممكن مثلا اكون عايز اعمل لود وورد من الميموري بس ما طلعش لو حاجه موجوده في الكاش، فاضطر اروح للهارد ديسك او اضطر اروح للرام، ساعتها الافرج سي بي اي بيزيد، لان انا في اوفر هيد بيحصل عشان الحاجه مش موجوده في الكاش. احنا اتفقنا ان الميموري اللي احنا بنرسمها في الداتا باث بتاعت البروسيسور دي الحقيقه الكاش مش الرام. طيب ممكن برضو العكس، ممكن السي بي اي يبقى ايه، يبقى اقل من الواحد. لو انا عندي مثلا مالتي كور، عندي اربعه بروسيسورز شغالين، ممكن انفذ اربعه انستراكشنز في الثانيه في السايكل، كل كور بينفذ انستراكشن، ساعتها السي بي اي هيقل، هيبقى بربع مثلا او حاجه زي كده، فممكن يزيد او يقل، فمش لازم يكون ده بواحد. طيب فانا عايز احسب السايكلز بير انستراكشنز. طيب انا عارف التالي، الحاجه اللي انا عارفها دايما ان التايم بتاع الاكسكيوشن هقدر ان هو بيساوي سي بي اي في السي في التي، مش كده؟ السي بي اي ده سايكلز بير انستراكشن فعدد الانستراكشن، سي عدد الانستراكشن، فسايكلز بير انستراكشن فعدد الانستراكشن دي عدد السايكلز، صح؟ سايكلز بير انستراكشن فعدد الانستراكشن دي عدد السايكلز. لو ضربت عدد السايكلز في الزمن الدوري ده البريودك تايم بتاع السايكل الواحده بتاع الكلوك، ساعتها هيديني الاكتوال تايم. طيب بالنسبه للبروجرام الاولاني التايم بتاع ام 1، التايم بتاع ام 1 يساوي سي بي اي بتاع ام 1 في سي 1 في تي 1. طيب التايم بتاع ام 1 على البروجرام الاولاني بكام؟ تايم اصلا ب 2 تقريبا، ب 2. ف 2 ده بيساوي سي بي اي اللي انا عايزها، سي بي اي 1 بتاعت اول بروسيسور، عدد الانستراكشنز بتاعتي بكام؟ 5 في 10 اس 9، 5 في 10 اس 9. الزمن الدوري بتاعي هو 1 على الفريكوينسي اللي هو في 1 على 4 في 10 اس 9. حلو، فهنطير ال 10 اس 9 مع ال 10 اس 9، فهيقول لي ان 2 في 4 ب 8 على 5 هو السي بي اي بتاع الراجل الاولاني، سي بي اي 1. فده بيساوي 1.6. نفس الكلام للراجل التاني، تايم بتاع تاني ماشين على بروجرام الاولاني بيساوي سي بي اي بتاع تاني ماشين في السي بتاع تاني ماشين في التي بتاع تاني ماشين. التايم ده طلع بكام؟ 1.5. بيساوي سي بي اي بتاع تاني ماشين اللي انا لسه عايز اجيبه، السي بتاع تاني ماشين جاي لي هنا 6 في 10 اس 9 والفريكوينسي ب 6 برضه، يعني 6 في 10 اس 9 على 6 في 10 اس 9، يبقى السي بي اي بتاعي ب 1.5. انا كده حليت ثالث سؤال. طيب حلو، رابع واخر سؤال في الفيديو ده بيقول لك افترض ان السي بي اي for program 2 on each computer is the same as the CBI for program 1 found in exercise 3. Find the instruction count for program 2 running each computer. يقول لك قول لي بقى عدد الانستراكشنز بتاعت بروجرام 2، خد بالك هو مديك عدد الانستراكشنز بتاعت بروجرام 1 بس. افترض ان السي بي اي هو كل البروجرام. السؤال هل ممكن السي بي اي يختلف من بروجرام لبروجرام على نفس البروسيسور؟ اه برضه ممكن، علشان ممكن يكون بروجرام برضه في كله ميموري اكسس فده بيطول شويه، بينما بروجرام ثاني ما فيهوش ميموري خالص يكون السي بي اي اعلى. ماشي، بس سي بي اي ممكن يختلف على نفس البروسيسور لكل بروجرام، ده في الاخر الافرج سي بي اي. ماشي، طيب انا هفترض ان السي بي اي اللي حسبتها هي المظبوطه، عايز بقى اجيب عدد الانستراكشنز. الحقيقه اقدر استخدم نفس القانون تاني، انا قلت ما بنحفظش قوانين بس هو كلام منطقي، ان التايم بتاع البروجرام الاولاني على بتاع قصدي التايم بتاع البروجرام التاني على الماشين الاولانيه، ده التايم بتاع البروجرام التاني بيساوي كام؟ طلع بيساوي 5. 5 وانا عارف ان ده بيساوي السي بي اي اللي انا حسبته قبل كده اللي هو ب 1.6 في السي في نفس الزمن الدوري، الزمن الدوري ما اتغيرش، نفس الكلوك اللي هي 1 على 4 في 10 اس 9، يبقى كده في 1 على 4 في 10 اس 9. ده هيقول لي ان السي بتساوي 20 في 10 اس 9 على 1.6. ده بيساوي 12.5 في 10 اس 9 انستراكشنز، ده كده عدد الانستراكشنز بالنسبه لاول ماشين للبروجرام الثاني. نفس الكلام البروجرام الثاني على ثاني ماشين، تايم بتاع ثاني ماشين طلع ب 10، ال 10 دي بتساوي السي بي اي انا حسبته ب 1.5
في C سمي C1 مثلا C2 في الزمن الدوري اللي هو 1 على الفريكونسي، الفريكونسي 6 جيجا هرتز يبقى في 1 على 6 في 10 باور 9 هيبقى C2 اللي أنا عايزها بتساوي 60 على 1.5 في 10 باور 9 فده هيديني كام؟ 40 في 10 باور 9 instruction. حلو؟ حلو، هكذا خلاص خلصنا إيه؟ الأربع أسئلة دول.